بعد النبي يرضى. محمد خلص الان والله شنو هالكارثه. الرسول ينفعك تقول مهم تشري بيون ينفعني. طيب الرسول اي نفع الرسول؟ طيب خلينا في المعنى. اعطيك مثل انه هو يقول الرسول لا ينفع لانه توفي. ينفع الرسول. اعطيك بس يعني ما كملت حديثي كيف ليش ينفع الرسول؟ اذا واحد بده يسلم اذا قال اذا لم يقل اذا لم يقل ابو عكيل محمد رسول الله يا ابو عكيل ما عندك تحكي معي. انت عندك شرف. انا ما بعرف السعوديه الان 3000 باوند. الرسول حي ولا ميت؟ طيب نفع الانسان اكثر وهو حي ولا وهو ميت؟ طبعا هو حي. يبقى الرسول لما كان حي نفعه منك. الشيطان احسن منكم كل. لما مات نفعه قل. شيطان شيطان. يبقى نفع الرسول قلب مهم. ايه بس مش لا ينفع كليا. يبقى انت بتقول موت الرسول مع الحمير مش مع الشيطان فنفعه يقل. صحيح لانه توفي. اي وهو حي نفعه ازيد. طيب فرق لي نفع الرسول وهو حي وهو ميت شو الفرق؟ نفع الرسول في الرساله وفي الها وهو ميت. المهم وهو ميت. إذا إجاك أحد يريد ما تحكي مع الناس احكي معي أنا. إذا يريد أن يدخل الإسلام إذا لم يقل الشهادتين يصبح مسلم؟ لا. فإذا نفع وهو ميت. طيب الآن أنت بتقول إن الرسول ها ما هو نفع وهو حي؟ نعم. هذا تقول نفع الرسول وهو ميت. نفع الرسول وهو حي ما هو؟ الرسالة خاتم الأنبياء. يبقى ما في فرق بين نفعه وهو ميت وهو حي. بس أنت قلت في فرق. في فرق وجود الرسول كشخص الرسول وتوجيهه للأمة أنفع من فقدانه. ليش؟ ما هي نفس الرسالة. نفس الرسالة بس إيه؟ الناس الإنسان ليش اسمه الإنسان ينسى من نسيان. شو دخل هذه؟ بحكي لك يقول يعني السمال أنت تقول إنه ينفع ميت وحي نفس الشيء. أنت اللي فرقت بينهما. الأصل أنه ينفع ميت وهو حي أن لا تفرق بينهما. بس أنت تقولوا لا ينفع الرسول. الرسول ماذا ينفع؟ أنت تقول لا ينفع به. الرسول مات كيف حتى انت الان بدك تدعو؟ تدعو الحي ولا الميت؟ لا تدعو الحي. والرسول مات تدعو؟ لا كيف بدك تدعو؟ يبقى حي لما تدعو ينفعك؟ نعم. الرسول حي تدعوه ينفعك مهي؟ تدعو له شو دعوه؟ تدعوه تسأل الرسول اعطيني كلمة إيه؟ وهو ميت ينفعك؟ ينفعك إذا أحد مسلم. أنا بسألك أنت الرسول ميت ينفعك في الدعاء؟ هو الميت. يلا أنت شيء عم مقتل فيه. هي عم بقول ميت. يلا اللهم صلت الشيعة على الشيعي وصلت عبد الله بن عمر توسل بالنبي. يلا يا شيعة عبد الله بن عمر. يلا يا شيعة. قال يا محمد وكان عندنا رجلة اللهم صلت الشيعة على الشيعي الصحابي الجليل عثمان بن حنيف. عثمان بن حنيف لماذا لا تقول على الشيعة؟ قال عثمان بن حنيف قال اذهب وتوسل بالنبي لقبره تستجاب. خلص معي. رسول ميت؟ أنا ما سألتك عن الدليل. الرسول ميت هو يقول حي. انت شيعي وهو شيعي. انت شيعي وهو شيعي. هو دكتور وانت شو دكتور؟ الله يقول حي وين؟ الله يقول بيسأل الشيعي يقول حي وين؟ شيعان مختلفين. لا تقول لا تقول والسنة يختلف. اسأل الشيعي بينكما دينكم مختلف. لا بينكما ولا هاي. اسأل انت سألت لا بينكما ولا بطير. انت سألت حي كما اصدق الروح اصدق يعرف هو الصحابه كانوا يسلون بقبر النبي. اسالوه. روح اسال الصحابه لماذا كانوا يعملون. لا تهرب هذا شيء مثل مثل. لا روح اسال الصحابه. الصحابه يتوسلون بقبر النبي. رد عليه. روح اسال عثمان بن حنيف لماذا كان يتوسل بالنبي. انت عم بتقول اسال عبد الله بن عمر. انت متفق مع السنه. اسال عبد الله بن عمر لماذا كان يقول يا محمد والنبي كان متوفي. وانت قلت هو عبد الله بن عمر يقول يا محمد وهو متوفي. وانت لما بتقول الرسول حي ميت كان عندك ادله؟ عثمان بن حنيف عثمان بن حنيف قال اذهبوا الى قبر النبي وتوسلوا به استجابوا لك. انت شيعة مختلف مع شيعة وانت سنة تختلف مع سنة. وين الاختلاف معك؟ رسول ميت لا تعد ولا تحصل. رسول ميت. رسول ميت. وين الاختلاف؟ انت شيعة مختلف مع شيعة. لا لا مو تحلوها. لا انا اقول ميت يعني الشيعة الان ويهرب منه يعني النبي لا ينفع ولا يضر. اسال الشيعة مو انا. ما بسأل الصحابة. الصحابة كانوا يتوسلون. الصحابة كانوا يتوسلون. انت قلت المسلمين مختلفين. احنا ليش تروح لا تختلف. ليش انت مختلف؟ طيب ليش تزور النبي في ليش تزور النبي في المدينة؟ يا هل انا مختلف معك؟ انا مختلف مع النبي. انا مختلف معك. لا دقيقة. ان كان ميتا ان كان ميتا لما تزوره؟ ليش الهروب؟ ان كان ميتا لما تزوره؟ ان كان ميتا لما تزوره؟ ليش تزوره؟ لما تسلم عليه مدافع عنه. هل يجيب السلام عليك؟ انت ليش هل النبي يجيب السلام؟ هل يجيب السلام؟ ليش تزور الرسول؟ ليش
هل النبي يجيب السلام ام لا؟ يعني. طيب انا ما اسالك ليش انت ليش وافقت؟ لا 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 طيب النبي ميت يعني انت بتخرج لا. اذا شفت انسان ميت طول عمره حي لا بس هو يقول حي احكي للشيعي مو انا يا رجل احكي للشيعي مو انا يعني حي عند ربه اسال الشيعي انت مو تحكي معي انا انت قلت ميت زي الشهداء احياء عند ربي يا اسالك من ها نفس النظريه يعني انت الشهداء احياء يعني. عند ربهم يرزقون هل الشهيد حي ولا الشهيد ميت هو ميت اموات هو ميت يعني انت وافقت ولكن عند ربي انت الان مناقض نفسك مره تقول ميت مره تقول حي الله يقول لك لا تقول والله انا الرسول ميت ولا اموات بل احياء وشيع يقول حي احياء احكي للشيع يقول حي ولكن لا تشعرون الله قال انقذنا من الهول طيب هذا الشيعي مشرك يعني الله قال انا ما الله قال اشتهر في العقيده اجتهد الله قال اجتهد انت تقول اجتهد فاخطا انت بتقول شيعي يعني هلا انا ابون الرسول قم يا رسول الله ولا انت شيعي لبناني هو شيعي عراقي قم يا رسول الله اسمعني انقذ هذه الامه من المصيبه اللي فيها ما برد علي هذا بقول برد كيف بدي ارد اساله ما برد شيعي افتتن اللهم صلِّ الظالم على الظالم وطلعني منها سالم الله يقول الله يقول لما اللهم صلِّ الظالم على الظالم فتزور النبي وطلعني منها سالم لا لا عندكم انا في شخص اسمه يقال من آل البيت مقصود في اسمه معظم الشيعيان معظم السنة يا عمي انا سمعت الوهابية معظم الشيعيان مفتتنان يؤمنون بالتوسل في النبي هو جائز شيعي ظالم كل ربنا صلت على شيعي ظالم لا طلع ابو عدي ما عدا الوهابية وانت سنة ظالم ليش انتوا تقولوا السنة ما عدا الوهابية التيمية اسمع اسمع كل السنة يؤمنون بالتوسل في النبي هو جائز اسمعني شيعي ظالم هم يقولون صلت على شيعي ظالم وطلع ابو عتيق منها سالم بالبخارين يقولوا انه واحد بالنسبه للبخارين اسمه احمد اي كلام في البخارين بالصحاح بخاري ومسلم بخاري بخاري اسمه مش بخاري هو فارس على فكره انتم تبرأتوا منه على في ناس كلها تبرأوا يا رجل انت شيعي مفتون مع شيعي تبرأوا من البخاري قولوا انه زار قبر الرسول فسلم عليه كلهم كانوا هم يقولوا انتوا تقولوا لا كله هذا الشيء اللبناني يكذب والشيء العراقي عم يصدق الاسلاميه ابتليت بابن تيميه قريتها من عالم صوفي ابتليت بابن تيميه هربوا من موت الرسول شيعي لبناني بخالف شيعي عراقي كلاهما ظالم وانا طالع منها سالم الان جاء ابن الرسول فقام الرسول احكي مع هذا الشيعي انت تقول مشرك قام الرسول من قبره وسلم عليه انت بتقول مشرك انت بتقول هذا مشرك انت بتقولوا هيك انت بتقعد نفسك شيعي قدامك بتقول مشرك يا ريت انا اسجلهم كل الامه الاسلاميه اتفقت على ان التوسل بالنبي جائز وشيعي عراقي ظالم عندما جاء ابن تيميه ساد الخراب والفساد لا تخاف بالتفكير سؤال الان انت هل تروح القبر وتقول يا علي ادركني لا طيب تقول يا علي ادركني علي ميت ولا حي لا ميت هذا عم بيقول حي رد عليه حي والله قول علي حي انت رد عليه الله يقول الله يقول علي بقول حي لا تقول لا الله يقول خلاص انت موجود من زمان في اليوتيوب الان انت هذا بقول علي فاطمه ميه ولا حيه فاطمه كله ميت هذا بقول حي وانت شيعي ومن اللي حد الله يقول انت على الحق او هو